هاي. رقصة البول روم هي إحدى أنواع الرقص الثنائي بين رجل وامرأة، نشأت بأمريكا الشمالية وانتشرت ببقية العالم، وتعتبر من الرقصات الرياضية، تنقسم بين لاتين وستاندرد. بالسابق كان البول روم دانس يعتبر من الرقصات الاجتماعية يلي بتميز الإغنية. بعهد الملكة فيكتوريا واجه الفولتس معارضة كبيرة بسبب التقارب الجسدي الكبير بين الشريكين يلي كان يعتبر غير لائق. بول روم دانسينج مفيد للقلب ولتقوية العضلات، كمان عنده فعالية كبيرة على المفاصل. مين قال إنه هالنوع من الرقص تحول ليصير رياضة تنافسية كبيرة وبيشارك ببطولتها العالمية أكثر من 30 بلد؟ أنا قال بشوفكم بكرة.